Hayırlı akşamlar. Buenas tardes. Good evening. Guten Abend. عندما كنت صغيرا كانت لدي هواية غريبة. فبدل اللعب مع أطفالي الحي كنت أمضي وقتي مع أصدقائي القواميس. أقلب صفحاتهم وأسامرهم. لكنني في ذلك الوقت لم أتخيل أبدا أنني سأصبح يوما ما متعدد لغات. أرحب بكم اليوم في رحلتي مع اللغات. رحلة انطلقت مع لغتي العربية، لغتي الأم، التي أحببتها واهتممت بها. لكن الأقدار شاءت أن أدرس اللغة الإنجليزية في الأدب الإنجليزي. هناك كان علي أن أختار لغة أوروبية ثانية، فاخترت اللغة الألمانية. في يوم من الأيام وفي أحد الامتحانات دخلت إلى قاعة الامتحانات وبدأت قراءة الأسئلة، لكنني لم أفهم أي كلمة. حاولت ذلك مرارا وتكرارا دون جدوى. رأيت الناس حولي كلهم يكتبون ويحلون الأسئلة، لكنني لا أستطيع ذلك. هدأت قليلا وأعدت القراءة من جديد لأكتشف أنني أقرأ الكتابة الإنجليزية. وقف، لا يجوز، إنجليزي. واستجاب عقلي لذلك فقرأت الأسئلة من جديد، وإذا بها أسئلة بسيطة قابلة للحل. هذا ما نسميه بحالة الخلط اللغوي. إذا صادفتك حالة كهذه، اهدأ، توقف، وأخبر عقلك أن يقرأ ويتحدث باللغة التي تريد. وحيلة مفيدة هنا، حاول دائما البحث عن الألفاظ أو الأحرف المميزة لهذه اللغة. أبحرت رحلتي بعيدا إلى إسبانيا، فتعلمت اللغة الإسبانية. إنها لغة ممتعة، استمتعت بها، كيف لا وقد تعلمتها عن طريق المرح. كان المدرسون يعلموننا اللغة الإسبانية عن طريق الألعاب وتمثيل الأدوار. أحيانا لعبت من غير كلام، ربما تعرفونها، نشرح كلمة بدون استخدام كلمات أخرى. أيضا هناك تمارين ورقية كالكلمات المتقاطعة، كلمات السر. لهذا فالمرح له دور كبير في تطوير أي لغة. والآن لدينا نحن الفرصة مع التكنولوجيا أن نستخدم الألعاب اللغوية الكمبيوترية أو التطبيقات الجديدة. في اللغة الإسبانية كان لي خبرة أخرى. هل تعلمون بأي لغة تعلمت اللغة الإسبانية؟ ماذا برأيكم، العربية أم الإنجليزية؟ لا، بل بالفرنسية. نعم، تعلمتها بالفرنسية. بتعلمي اللغة الإسبانية بالفرنسية تمكنت بفضل الله من تطوير لغتين في آن واحد. ولكن كيف لي أن أفهم الفرنسية؟ لنرجع إلى الوراء. وقبل الجامعة كان والدي وأخي في البيت يتحدثان باللغة الفرنسية بين بعضهما لتطوير مهارة أخي في المحادثة. وهذه اللغة التي بينهما كانت تفيدهما كثيرا في نقل الكثير من الكلام الذي لا يريدون إيانا أن نعرفه. لكنني أخبركم سرا، كنت أفهم عليه. كيف ذلك؟ كان ذلك بأنني كنت أصغي إليهم دائما. هذا ما يسمى باللغة السرية بين أي شخصين، ينقلون بين بعضهم الأفكار دون الحاجة إلى معرفة الآخرين ماذا يقولون. كنت أصغي إليهم، ومع الوقت والاهتمام بدأت أفكك شفرات اللغة الفرنسية. الدماغ يستطيع ذلك حتى لو لم يتعلم
ذلك، ولكن مع الوقت هناك حالة أكثر تطوراً لاكتساب اللغة عن طريق الاستماع تسمى الدوش اللغوي. الدوش اللغوي هو أن تتعرض من كل نواحيك إلى هذه اللغة، كما نحن الآن في تركيا مثلاً نحن نقرأ اللافتات، نسمع اللغة التركية في المواصلات في كل مكان وعلى قنوات التلفاز. تعرضنا لهذا الدوش اللغوي يساعدنا أيضاً في تطوير مهاراتنا حتى أحياناً بدون معلم، ولكن نحتاج إلى الاهتمام. بعد اللغة الفرنسية وجدت نفسي مع لغة شرقية غير أوروبية وهي اللغة التركية. هل ترون مثلي أن الجملة التركية مقلوبة؟ هم أيضا الأتراك يرون الجملة العربية مقلوبة. لهذا فهذا اختلاف في النظام النحوي والعقلية النحوية بين الشعبين. كنت في يوم من الأيام مع أستاذي في إسطنبول وأحاول الحديث مع بعض الأتراك، كنت أتلعثم كثيرا. لماذا؟ لأنني كنت أركب الجملة باللغة العربية في دماغي ثم أترجمها إلى التركية ثم أحاول نظمها حسب النظام التركي النحوي التركي. قال لي الأستاذ: توقف يا يمان، هذا لا يجوز، عليك أن لا تفكر بالقواعد وأنت تتكلم. قلت له: يا أستاذ سأخطئ. قال لي: أخطئ، عندما تخطئ تستطيع تصحيح خطأك، ولكن بهذه الطريقة لن تستطيع الكلام أبدا. وفعلا طبقت كلامه ونصيحته وتمكنت بفضل الله أن أطور محادثتي. أبحرت رحلتي أبعد ووصلت إلى اللغة الصينية. هل تعتقدون أن اللغة الصينية صعبة؟ بصراحة نعم، إنها لغة صعبة، لكن ليس إن كنت تحب الرسم والموسيقى، فهي رسم وموسيقى، وطبعا ليس إن كنت مهتما أن تتعلمها. في يوم من الأيام حضرت إلى الصف وكان لدي امتحان شفوي. كان الأستاذ في المكتب فذهبت إليه لأخبره أن لدينا امتحانا شفويا، فقال لي: حسن، وأشار إلى سيدة صينية تجلس أمامه ليقول لها: اسأليه بعض الأسئلة. هنا شعرت بالخوف، كيف لي أن أكلم صينية أو سيدة صينية لأول مرة وبلغتها؟ فسارعتني بالسؤال: ني جاو شما مينزا؟ فأجبتها: وو جاو يمان، ني شي ناغورن، وو شي شو لي يارن، ني شويشي شما، وو شويشي إنوان. هنا قال لي الأستاذ: كفى، أحسنت، لقد نجحت. علمني الأستاذ بذلك أن التحدث بأي لغة لا يحتاج إلى جمل كثيرة ولا الغوص في مواضيع واختصاصات بعيدة. كل الذي سألتني إياه السيدة: ما اسمك؟ ما جنسيتك؟ ما دراستك؟ حياتنا العملية لا تحتاج إلى جمل طويلة بل جمل بسيطة. شيء آخر تعلمته من اللغة الصينية: سألنا ذات يوم أستاذي اسمه شياو: كم حرفا صينيا تعرف؟ فقال: 10,000 حرف. هل هذا الرقم كبير؟ لا، ليس كبيرا. فحسب قوله اللغة الصينية 70,000 حرف. هو صيني ومن مواليد بيجينغ وعاش في الصين ودرس في الجامعة وفي خمسينيات عمره، لكنه لا يعرف سوى سبع لغته. لا تحلم أن تحيط بأي لغة كان حتى لغتك الأم، ولا تجعل هذا عائقا في تعلمك. كل ما عليك أن تبدأ بالخطوة الأولى للتعلم المهارات الأولى، جملة جملة وكلمة كلمة، سماعا وقراءة وكتابة وحديثا. رحلتي مع اللغات لم تنتهي، هي رحلة
مستمرة إن شاء الله، لكنها جعلتني أمر بتجارب كثيرة مفيدة وأتاحت لي فرصا كثيرة. إحدى أهم هذه الفرص كانت عملي في منظمة تابعة للأمم المتحدة لمدة 6 سنوات تقريبا. وهناك أيضا في هذا العمل تعرفت على أناس متميزين وثقافات جديدة ولغات جديدة أيضا. في يوم من الأيام كنت أركب الترام في منطقة السلطان أحمد، وكان موسما سياحيا، كان السياح يتكلمون الإسبانية والإنجليزية، وكان بعض المواطنين الأتراك يتكلمون اللغة التركية، وبفضل الله كنت أفهم على الجميع وفي آن واحد ما يقولون. هذه المتعة لن يشعر بها إلا متعدد لغات. تعدد اللغات متعة هائلة وجميلة وفرصة ومفتاح لكثير من الفرص. اللغات تحتاج لاهتمام الوالدين، للمعلم الصديق وللصديق المعلم دور كبير فيها. المرح يجعلها تسرع إلى الأمام بشكل كبير. وإن حددتم هدفاً وسعيتم وراءه فسوف تحصلون عليه. وإن كنت من الذين يستطيعون التدريس أو التعليم، فأنصحك بأن تعلم لغتك الأم إلى الأجانب، أو أن تعلم اللغة التي تعلمتها إلى المتحدثين بلغتك، فهذا سيثبت معلوماتك ويطورها. يقول الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ومفتاح التعارف هو اللغة. فتعلموا اللغات وتعرفوا على الثقافات، وكما تعلمتم فعلموا. شيشي نيمن، ميرسي بوكو، مولتو غراسيي، شكرا لكم.